يحفظونك من الصبح لليل معاك، لأن قرأت سورة ياسين وما تأخذ من وقتك دقائق 4 أو 5 دقائق. هذه 5 دقائق تنهل منها نهل من الجنان من خزائن الله تحت العرش. تقرأ سورة الحمد، سورة الحمد لو قرأتها مرة واحدة، تفتح بسورة الحمد. الآن لو سألك سائل قال لك هذه خزائن الله تحت العرش لها مفتاح، عندك مفتاحها أنت؟ أهل البيت يقولون مفتاحها قراءة سورة الفاتح. سورة الحمد تقرأها، وخصوصا إذا أهديت سورة الحمد لأحد المعصومين. ها؟ إذا قرأت 70 آية من القرآن الكريم، رواية الإمام الرضا سلام الله عليه يقول 50 آية في الصباح. هذا القرآن كتاب الله، عهد بينك وبين الله، تفتح القرآن تسمع وترى ماذا يقول لك الله تبارك وتعالى. تفتح القرآن تسمع الله ماذا يقول لك، تريد الله يسمعك تخاطبه بالدعاء وأنت تقرأ القرآن الكريم. الله يعلم ويشهد كل آية واحدة كم لها عند الله من الفضل. الله يقبل عليك، يتوجه إليك، اذكروني أذكركم، رب رحيم، أرحم الراحمين، كريم. الدعوة مستجابة لأن قلبك مغمس بدموع الزهراء والحسن والحسين، قلبك مغمس بحب أهل البيت. أنت طاهر نظيف طيب، شعب هكذا يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بهذا الطهر وهذه النظافة وهذا التوجه وهذا الإخلاص وهذا الصفاء والنور. شوف النور اللي أمامك فتسأل الله، الله تبارك وتعالى يعطيك. فتسأل مفاتيح الكنوز والخزائن، قال سورة الحمد. تقرأ سورة الحمد مرة واحدة لها عند الله، تقرأها 10 مرات سبحان الله ماذا تحصل من قراءتها. قل هو الله أحد 3 مرات تقرأ، شوف أهل البيت ببركات أهل البيت فتحوا لك طرق. يمكن أنت ما تستطيع أن تختم القرآن، لا، يقول أقرأ 3 مرات قل هو الله أحد، يسجلوا لك ختمة قرآن. فاهدي هذه الختمة للإمام صاحب العصر والزمان، اهدي لها هدية. تصور أنت ملك من الملوك عادل رحيم، تقدم له هدية، ماذا يعطيك؟ أنت تذكر الإمام سلام الله عليه، فقرأ 50 آية. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول أقرأ 50 آية في الصباح، يعني أقل تقدير 50 آية، وإلا أصعد أنت إلى 100 آية إلى 1000 آية. كل ما تستطيع أن تقرأ تأخذ أكثر، لأنه على عدد الآيات. أقرأ وارتقي، الارتقاء بالكلمة في الأفق المبين، كلما تقرأ القرآن تصعد 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 ترتفع، لأن عندك موازين الارتفاع وأسباب الارتفاع والسمو موجودة فيك، وهو حب أهل البيت سلام الله عليهم، الولاية. هكذا في الصباح، هذه هدية لك. أهل البيت علمونا هكذا، علمونا أحبتي. البيت الصبح لما تقرأ بصوت، تقرأ بصوت عالي. هنا أنت في بلد عربي إسلامي، الجيران إذا سمعوك تقرأ قرآن ما ينزعجون منك. في مكان آخر لا، ما يقبلون. أنا كنت في بريطانيا في فترة كنت ساكن هناك، فالصبح على عادتي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما أشوف إلا هذه جارتنا العجوز جايبة الشرطة ومكفتهم على الباب. قالت لهم شوفوا هذا الشيخ شنو صاير فيه، إما مجنون أو صاير فيه شيء، لأنه يتحدث بصوت عالي ما أعرف مع من يتحدث. فتحت الباب يشهد الله، شفت البوليس واقفين على الباب. قلت لهم خير؟ قالوا هذه مشتكي عليك جارتك، شفتها واقفة وياهم. قلت لها ليش اشتكيتي علي، ماذا صنعت؟ قالت أنت تزعجنا، في صوت عندك عالي، أو الحال ما كان صوتي رفيع بس هي جارتنا، وما أدري أنت شن تقول، أنا صورت أنت مريض أو فيك شيء فخفت أنا من عندك، فجبت البوليس حتى يأخذون منك عهد بعد ما ترفع صوتك. قلت لها إن شاء الله تعالى. الآن أنت موجود حبيبي في البلاد الإسلامية العربية، لأنه هذه أيضا شوف قضية رفع الصوت، ما أريد أحكي فيها أو كذا،
لكنك لما ترفع صوتك بقراءة القرآن تقتل الشر وتخرج النحوسة والنحس من البيت. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. إمامكم زين العابدين سلام الله عليه كان لما يقرأ القرآن كان هؤلاء أصحاب الماء السقات السقاي اللي يجي يحمل الماء يمر، فإذا سمع صوت الإمام السجاد من حزن الصوت وأثر الصوت كان يصعق يقع على الأرض هذا الرجل اللي يسمع صوت الإمام سلام الله عليه. هكذا كانت أصواتهم بقراءة القرآن. ففي الصباح ارفع صوتك حتى لو سورة الحمد تقرأها بصوت رفيع في البيت، تحفظ البيت، تحفظ الأسرة. أحبائي هذه الزهراء روحي فداها هكذا تعلمنا، هي من أعبد الناس، كانت عابدة تقف تصلي ومر علينا الكلام وتذكر شيعتها وأحبتها، زاهدة بأبي وأمي، تطعم طعامها المسكين واليتيم والأسير، الأسير كافر تسقيه تعطيه الطعام اللي هي خبزته بيديها، وهذه قضايا نسمعها وانت سامعيها، لكنه التركيز عليها هو تجديد لها حتى لا يعفى أثرها ويبلى ذكرها. أحبتي وإلا كلكم تعلمون في صبيحة زواج الزهراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وكان عندها ثوب العرس الجديد، فرآها ترتدي ثوبها القديم فقبلها رسول الله روحي له الفداء وقال يا ابنتي أين ثوبك الجديد؟ كان عندك ثوب أنا كنت أحب أشوفك لابست. قالت أبتاه جاءت فتاة فقيرة على الباب فحملت هذا الثوب، تذكرت تذكرت يعني ما كانت ناسية يا حبيبي، هذا من باب واذكر في الكتاب مريم، تذكرت قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أحب هذا الثوب الجديد، فخلع الثوب الجديد وأعطيت الفتاة ثوبي الجديد، أعطيتها ثوب العرس أخذتها وراحت. هذا درس عظيم، لأن العطاء يجب أن يترك أثرا تربويا في نفسك. العطاء ليس العطاء وحده، الإسلام يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة ليس فقط تأخذها منهم، لا، إنما الصدقة فيها شرطان أساسيان، الشرط الأول أنها تطهرهم والشرط الثاني تزكيهم. تطهرهم من أي شيء؟ تطهرهم من البخل من الشح، هذه طهارة القلب. أنا أطهر بدني بالماء، فبأي شيء أطهر قلبي؟ أطهره بالإيمان وبالصلاة على محمد وآل محمد. هذا العمل أحبتي وهذا العمل العظيم شرطان أساسيان. أمامك فانظر إلى طعامك وشرابك، وإذا عندك طبقان، طبق فيه حلوى وطبق فيه هريسة طيبة لهذه الوجوه الطيبة، تأكلها هنيئا مريئا، وطرقت عليك الباب وعرفت أن وراء الباب سائلا جائعا يريد منك طبق من الطعام، وهذا السائل لا يفرق بين طبق الحلوى أو طبق الهريسة مثلا، أي طبق تعطيه إياه، لكن قلبك مثلا يميل إلى الحلوى أكثر، الإسلام يقول أعطه طبق الحلوى، أعطه الطبق الذي تحبه أنت حتى يترك أثر في قلبك تربوي، يترك أثر، فتقوم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الزهراء علمتنا روحي فداها بهذه المدرسة وبهذه الدقة في عطائها في وصاياها في أجوبتها للمسائل في صلاتها روحي فداها في كل شيء. ولذلك اسمع هذا المعنى حبيبي، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الزهراء